هنا بقى دي الكليه الثانيه يا معالي الريس، دي اللي هي بقى تكنولوجيا العلوم الصحيه. احنا عندنا عجز 60% مش الاطباء والطبلس الفنيين بقى، فبنخرج بقى. السلام عليكم. هنا الدكتوره رانيا عميده كليه العلوم الصحيه هتقدم لنا بقى الكليه. ربنا يسعدك يا رئيس. انا دكتوره رانيا شرقاوي عميد كليه تكنولوجيا العلوم الصحيه، دكتور محمد تكنولوجيا الصناعات الدوائيه، ودكتوره جينا تكنولوجيا تركيبات الاسنان. برنامج تكنولوجيا الصناعات الدوائيه ده يا ريس الاول من نوعه في مصر والوطن العربي، مبني فعليا على احتياج سوق العمل. سوق العمل قال لنا احنا عايزين البرنامج ده، بيشرف معانا على اعداده وتدريب الطلاب، والطلاب هيطلعوا يشتغلوا في مصانع الادويه، وان شاء الله يبقوا النواه تشتغل في مدينه الدواء على خط الانتاج وفي معامل الرقابه الدوائيه. الولاد هيوروا حضرتك جزء من اللي شافوه في المصانع. حبيبك اتفضلي. اهلا بحضرتك، مع حضرتك حبيبه احمد الجندي طلبه بالفرقه الاولى. في البدايه احنا هنا في سيميوليشن لمعامل كواليتي كنترول زي اللي بنشوفها في مصانع وشركات الادويه اللي رحناها على مدار السنه. المعامل دي بيكون بيحصل فيها اكتر من اختبار، الاختبارات دي بيكون منها فيزيكال وكيميكال ومايكروبيولوجيكال. انا هنا اكون مسؤوله عن الكيميكال اناليسيس. في البدايه بيجي لي سامبل زي دي كده، ممكن تكون من رو ماتيريال او من رو ماتيريال او من فينيشد برودكت. بكون مسؤوله على ان انا اعرف تركيزها واتاكد من مطابقتها للمواصفات قبل ما تنزل السوق. في البدايه باخد منها وزنه، وبعد كده ببدا انقلها في فلاسك واضيف لها السولفنت المناسب ليها. بعد كده بعمل لها سينيكيشن، وده بيسرع من عمليه الذوبان. بعد كده ببدا اقيس البي اتش بتاعتها في البي اتش ميتر، واخر خطوه معايا بتكون ان انا بقيس الكونسنتريشن بتاعها عشان اعرف تركيز الماده الفعاله ليها. كده بيكون انتهى الجزء الخاص بالكيميكال اناليسيس. شكرا لحضرتك. تؤى سيادتك هتشرح الجزء الخاص بالمايكروبيولوجيكال تيستينج، اتفضلي يا تؤى. مع سيادتك طالبه تؤى جابر في كليه تكنولوجيا العلوم الصحيه برانش الصناعات الدوائيه. انا هقدم لسيادتك الجزء الخاص بالمايكروبيولوجيكال تيستينج. انا ببتدي البروسيس بتاعتي بتتم جوه جهاز اللامينر اير فلو. ببتدي اخد سواب من الفينيشد برودكت بتاعي، ببدا اعمل لها زراعه في النيوترين بروس. بعد ذلك يتم وضع النيوترين بروس جوه جهاز الانكيوبيتور. جهاز الانكيوبيتور بيوفر لي كل الظروف المناسبه لنمو البكتيريا. بعد كده لو حصل بكتيريال جروث ببتدي اخد منها سامبل واعمل لها ستريكنج على الاجار بالشكل ده. بعدين برجعها الانكيوبيتور من 24 ل 48 ساعه، بتكون معانا كولونيز بالشكل ده حضرتك. بعد كده بقدر اخد منها سامبل واعمل لها ستيننج واحطها تحت الميكروسكوب عشان اقدر اتعرف عليها. فاينل سيادتك انا اي ريزلت بتطلع معايا كيميكال اور فيزيكال اور مايكروبيولوجيكال ببدا ادونها في الكواليتي كنترول ريبورت، من خلاله بقدر اتخذ القرار لو المنتج صالح ان هو ينزل السوق ولا لا. شكرا جزيلا لسيادتك. البرنامج الثاني سيادتك برنامج تكنولوجيا تركيبات الاسنان. احنا بنحاول نعلم الولاد حاجه مختلفه، ان هم يتعلموا النيو تكنولوجي في تركيبات الاسنان عشان يطلعوا مواكبين للتكنولوجيا. طالب احمد هيشرح لسيادتك هم اتعلموا ايه السنه دي. طالب احمد عبد الحميد طالب من برنامج تكنولوجيا تركيبات الاسنان. احنا على مدار السنه اتعلمنا الاساسيات اللي هتساعدنا في شغلنا فيما بعد، زي ان احنا نعرف الاشكال التشريحيه المختلفه للاسنان، وكمان نقدر نطبقها على الشم علشان تطلع بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، وكمان ده جزء من شغلنا على مدار الترم. هنا قدرنا ان احنا ناخد مقاسات الاسنان علشان بعد كده نصبها وتطلع بالشكل ده اللي هو القصه او الموديل، اللي بيساعدني كتكنيشن ان انا اعمل مختلف تركيبات اسنان، وبتساعد الدكتور ان هو يعمل الدايجنوسيس وعلى اساسه يعمل تريتمنت بلان. الكاد كام ده جهاز من احدث اجهزه تكنولوجيا تركيبات الاسنان. احنا اتعلمنا ازاي بيشتغل، وفكره تشغيله ان هو بيقدر يعمل الكراون او البريدج بقى على دقه وفي اقل وقت. الطريقه اللي بيشتغل بيها ان احنا بندخل انترا اورال سكانر جوه البيشنت ماوث علشان يعمل سكاننج للمورفولوجي بتاعت التيف، علشان يعرض بعد كده الداتا على السكرين، اختار الديزاين والنوع التركيبه، وبعد كده لما بدي الاوردر بيتنفذ في 3 دي برينتر علشان تطلع بالشكل ده في وقت من 15 ل 30 دقيقه. شكرا جزيلا. شكرا. ايوه